انا لما ترغم منتخب يلعب على الساعه 2 زوالا، لانه الملعب، لانه البلد هذا او الملعب الرئيسي لهذا البلد ما يحتويش على اناره. على فكره ما فيش اناره، يعني نو اومولوجي، ملعب لا تتوفر فيه الشروط لخوض يعني المباراه. كانت هناك حتى الملاعب على فكره اللي تلعب في الساعه الرابعة بتوقيت الدوحة، لأنه في 3 مواقيت، الرابعة والسابعة والعاشرة بتوقيت الدوحة. الفرق اللي تلعب والمنتخبات اللي تلعب في الساعة الرابعة من المفروض أنه عندها إنارة مهيئة أيضا، ولكن فقط أكيد. هذا للبث التلفزي حتى يصير تنويع أكثر ولا أقل. احنا دخلنا في قضية أخرى هي قضية المنتخب الجزائري، لكن كذلك يجب أن ننوه أن هذا الرجل بحقيقة يريد إصلاحات في القارة الإفريقية. كذلك ننوه بما وصلت إليه المغرب لأنها تحتضن جل المباريات أو التصفيات، وما ننساوش امبارك للمغرب والجامعة المغربية على الإنجاز اللي حقه منتخب الصالات بوصوله إلى ربع النهائي وانهزامه بصعوبة كبيرة جدا. تابعت المباراة أمام البرازيل بصعوبة 1-0. هذا الإنجاز سيكون فخر للكرة المغربية ولكل العرب، لكن المغرب الآن أصبح نقول هو قاطرة الأمامية للكرة من حيث المنشآت، من حيث المرافق، من حيث التنظيم، لكن على موتسيبي كما وعد يجب أن يفي، لأن العقوبة وحدها لا تكفي، لأنه عاقب عدة منتخبات، لكن يجب أن يرافقهم في الإصلاحات لكي نرى كرة إفريقية على طراز عالمي. معنا قبل ما نرجع الربيع، لأنه مش نتحدث على المغرب، لأنه يجب أن نتحدث على المغرب. لماذا؟ لأنه المغرب تقريبا ستحتضن أغلب المباريات اللي فيها ملاعب غير مهيئة، يعني مثلا النيجر تلعب في المغرب، جيبوتي تلعب في المغرب، الان ممكن فاسو. جدا بوركينا فاسو تلعب في المغرب، السودان نرجع لك ستلعب ممكن في المغرب. نرجع لك على قصه السودان. نمشيو للاستاذ محمد المغودي مباشره من الرباط. استاذ محمد المغودي اهلا وسهلا. في البدايه نتاسف باعتبار عدم امكانيه الاتصال بك عن طريق السكايب، ولكن على الاقل نحاولوا انه نستغل استاذ محمد المغودي كما يجب حتى عن طريق الهاتف. استاذ محمد المغودي، اعتقد امر مهم جدا انه المغرب اصبحت تمثل حل اساسي بالنسبه للقاره الافريقيه وبالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم، لانه ليس من السهل، ليس من الهين انه بلد يحتضن تقريبا 25% تقريبا 10 مباريات من جمله 40 في كوفيد. بالنسبه وفي فتره كوفيد 19 صحيح، يعني امر غير عادي بالمره، وصراحه هذا يحسب للمغرب. استاذ محمد المغودي، اولا عزيزي هيكل مرحبا بك، مرحبا بضيوفك، ومرحبا ايضا بكل افراد برنامج الكره العربيه. دعني في البدايه ان نقوم بتذكير بسيط جدا، وخاصه العزيز ربيع يعرف ذلك، هو اننا حينما في 2010 يعني بالتحديد حينما كان رئيس الحكومه المغربيه بلجوطو وهو يستضيف جوزيف بلاتر بمدينة مراكش، قال له بالحرف، قال له الدولة المغربية مصممة وعازمة وإرادة قوية إلى إكمال كل المتطلبات التي يتطلبها الملف لتنظيم كأس العالم حتى ولو لم ننظم كأس العالم، وقال له بأن الدولة المغربية بأعلى هرمها هي ملتزمة بتقوية البنية التحتية المغربية. نحن الآن نسجل ونفتخر بالتزام الدولة المغربية بهذا العهد. وأيضا لابد من التذكير بأمر مهم جدا، هو أن الدولة المغربية مؤخرا يعني في عودتها إلى القارة الإفريقية عمقت ما يسمى بالعلاقات مع القارة الإفريقية. إذا حينما نربط دور الدولة المغربية سواء في 2010 والآن، نجد بأن الدولة المغربية خططت لهذا الأمر، أمر أن تصبح المملكة المغربية هي ايضا قبله للافارقه، قبله للاشقاء الافارقه، وهذا ايضا يحق لنا ان نفتخر به كمغاربه. الان المغرب علينا ان نفتخر به كدوله قويه جدا جدا على مستوى البنيه التحتيه، وايضا الدوله المغربيه ايضا ملتزمه ومؤمنه بمنطق التضامن مع الدول الافريقيه. هذا المنطق، منطق التضامن مع الدول الافريقيه، انعكس في المجال الرياضي. والانعكاس الايجابي في المجال الرياضي هو ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم الممثله الرياضي للدوله المغربيه وفرت كل الشروط وضمان كل المؤهلات وكل اللوجستيك لكل المنتخبات الافريقيه الشقيقه التي تستقبل بالمغرب. وضعت رهن اشارتها حافلاتها، وضعت رهن اشارتها الاداريين، ورأت وراء كل ما يمكن أن يساعد المنتخبات الإفريقية أن تستقبل أيضا الأشقاء الإفريقيين وكأنها في بلدها، وفرناها لهؤلاء الأشقاء. وأنا هنا أعتز بكل الشهادات الدول الإفريقية
وخاصة الاعتزاز الكبير بشهادة أشقاء الجزائريين، سواء رئيس الاتحادية الجزائرية أو المدرب بالماضي أو المانجير أو ما يسمى بالمدير الرياضي للمنتخبات الجزائرية الذي قال بأن المغرب وفر كل شيء وأنه كأنه يلعب في بلدي. هذا سياسة للدولة المغربية، هنيئا لي بهذه السياسة وبنجاح سياسة الدولة المغربية، وأقول إفريقيا في المغرب والمغرب أيضا في إفريقيا. شكرا جزيلا استاذ محمد المغودي، ابقى معنا، ما زلت ساعود اليك في سؤال ثاني يتعلق بالمنتخب المغربي وتصفيه كاس العالم، باعتبار المغرب ممكن ستلعب 6 ايام غير عاديه، ستلعب ممكن ورقه التاهل للدور الاخير والمباريات الفاصله. كابتن ربيع العفوي، المغرب ستلعب 3 مباريات في المغرب مع غينيا بيساو، على فكره ليس بالفريق الهين، شاهدته امام السودان فريق جيد، والمباراه المتاخره امام غينيا وستلعبها ايضا في المغرب، يعني ممكن ايضا البنيه التحتيه خدمه ايضا المنتخب المغربي، باعتبار المغرب ايضا ستستفيد، يعني تقريبا المنتخب المغربي سيلعب كل المباريات في المغرب، وهذا عامل مساعد من اجل التاهل للدور القادم. هذه نقطه سوف تسجل في تاريخ التصفيات، ولا مرة أعتقد بأنها حصلت مع أي لأنه منتخب. حتى السودان ستلعب في المغرب ممكن جدا، وبالتالي المباريات الستة كل المباريات ستكون في المغرب، كل المباريات الستة ستكون في المغرب. كذلك وحيدة ليوزيتش كنقول بأنه محظوظ بحكم أنه كل المباريات سوف تلعب، ولا ممكن أنه سوف المباريات لن تلعب خارج الحدود، وبالتالي سوف تلعب بالمغرب. هنا عملية التنقل سوف لن تكون موجودة، وبالتالي أكيد بأنه سوف يحضر للمباريات بطريقة جيدة، وأعتقد بأنه سوف لن تكون هناك أعذار للمدرب وحيد الوزيت وكذلك للمنتخب المغربي، يعني من خلال عدم تحقيقه لنتائج إيجابية. ثم نقطة أخرى، هناك إمكانية على أنه تكون مباريات المنتخب المغربي بحضور الجماهير من خلال الملتمس الذي قدمته الجامعة لوزارة الصحة بحضور الجماهير بنسبة معينة، ممكن أن يكون هناك حضور جماهيري، وهذا سيشكل ممكن نقطة أخرى إيجابية بالنسبة للمنتخب المغربي. أنت حرقت لي أفكاري على فكرة، كان هذا السؤال الذي سيطرح. لا أنا أعطيتك تمريرة، هو حرق لك أفكارك وبطريقة ذكية عمل ضغط غير مباشر على حد نظيف. مش ضغط عليه عامله، هذا مش ضغط، هو تعرف خليه في ركن، عرفت خليه في ركن وقال له أنا أنتظر، أنا التصريح، نتمنى أنك تتنفس، يعني أنا أنتظر تصريح ناري من حد نظيف ردا على ربيع. بالله عليك، لو كنت مدرب أي منتخب المغربي مثلا ووقع ما وقع، لن تكون سعيد؟ لا، لازم تكون سعيد بما حصل، طبيعي جدا، يعني يجب ان يستفيد. نمشي الاستاذ محمد المغودي، في ظل هذه الاجواء استاذ محمد المغودي، هناك امكانيه وفي ظل ممكن اجواء ممتازه للمغرب صراحه، لان المغرب ستلعب كل المباريات على ارضيه ميدانها، نعرف جيدا هناك امكانيه للحضور الجماهيري، هل هذه الامكانيه وارده وهل ستكون الا لمباريات المغرب ام لكل المباريات التي ستحتضنها المغرب؟ اولا في هذه النقطه بالذات دعني ايضا اذكرك عزيزي، كان اقول لك بان رئيس الاتحاد المغربي رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هو عضو اللجنه العلميه المكلفه بالوباء وبمتابعه الوباء وبايضا ما يسمى بوضع الخريطه التعامل مع الوباء اللي هو فوز القشاع، هو عضو هذه اللجنه العلميه. لما قدم هذا الملتمس للتاكيد ان كانت له ضمانات بان تكون الجماهير المغربيه حاضره ولو بنسبه قد تكون اما 50% او 40%، ولكن الاهم في كل هذا عزيزي هيثم ان تكون ان تلعب بالمغرب وان تلعب بامكانك بحضور الجماهير، ما عليك يا خالي لوزيتش الا الانتصارات في كل اللقاءات، والا قد وضعت لنفسك ولمن تعاقد معك مشنقة امام بارقى احد احياء مدينه الرباط وهو حي الرياض الذي يوجد به مقر الجامعه لشنق كل من لم يستطع ان يسعد المغاربه، لان المغرب الان يسعد من طرف ابنائه كما وقع بالفوتسال مع ابنه الدقيق. وضع استاذ محمد المغودي يعني الضغوطات راهي من الدوحه ومن لا لا ومن في الاخير المغرب. ولكن في الاخير لهم الحق في ذلك، يعني كل المباريات في المغرب اذا لم تتاهل بهذه الطريقه فمتى ستتاهل؟ المفروض ان المغرب ينتصر في كل المباريات حتى تكون الامور واضحه. انا استغرب انا استغرب الحاجه فقط انه يعني الفريق المغربي بحالي لوزيتش او من غير حالي لوزيتش هو منتخب قوي، ما يحتاج حالي لوزيتش حتى يتاهل، خصوصا انه راح يستقبل كل المباريات في المغرب. أستاذ محمد المغودي شكرا جزيلا، كنت متألقا معنا مباشرة من الرباط، وإن شاء الله نلتقي الأسابيع القادمة وتكون الأمور أفضل من ناحية التقنية. لكي أجيبه،
لما يكون عندك مدرب واحد اذا زجيت يحرمك من زياش ويحرمك من زراوي، اليس هو المتسبب في الاقصاء؟ لا قدر الله نتكلم، ولكن على حسب انا ما سمعت من الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي فات زياش عنده مشاكل داخليه، حتى عنده مشاكل، ومش هذه اول مشاكل في المنتخب المغربي. نمشيو للجزائر قيصنا والسودان، مازال والسودان والسودان، نمشي لك للجزائر والسودان. تحب شي حاجه اخرى؟ نعطيك تعمل راني جوردر على ذوقك يعني، بيب نعطيك حاجه تفصيل يعني. شوف مع ابو عدامي هو يعطيني دقيقه على السودان. السودان رسميا ستلعب في المغرب، رسميا ستلعب في المغرب، وهي هذه معلومه انهم هما قاموا بطلب، لانه انت عارف المنتخبات هي تقوم بالطلب البلد المستضيف، يعني هي الدبلوماسيه كما قال المغولي. صحيح. هي تعمل طلب والبلد هو المستضيف هو يقبل. السودان عمل اول طلب لمصر ومصر رفضت، كانت هناك وعود شفويه ولكن رفضت، هما لجؤوا في اخر المطاف الى المغرب، وهذا سيخدمهم لان المباراه ستكون بينها اربع ايام، يعني حيقلل عليهم التكاليف في مباراه الذهاب والاياب مع غينيا. صحيح، واضح هذا بالنسبه لذهابا وايابا. نفس الشيء الذي وقع مع غينيا بيساو، طلب من موريتانيا، لان لعب المباراه الاولى بموريتانيا، نفس الشيء، وطلب من موريتانيا لعب بورتو ضد المغرب، موريتانيا رفضت، وبالتالي ستنتقل المباراه ان تلعب في المغرب. اي مباراة؟ غينيا بيساو والمغرب. غينيا بيساو، غينيا بيساو والمغرب. غينيا بيساو والمغرب، يعني قلت لي موريتانيا. لا طلبوا غينيا بيساو، طلبوا غينيا بيساو، ما لعبوا في موريتانيا المباراة الأولى ضد غينيا. لا لا، هذيك غينيا الاستوائية. غينيا بيساو، غينيا بيساو لعبت مع السودان المباراة الثانية. كاين غينيا بيساو وغينيا كوناكري. اي فما غينيا كوناكري اللي في مجموعة المغرب. غينيا كوناكري. اي غينيا الاستوائية هي في مجموعة المنتخب التونسي. لا ماشي غينيا الاستوائية، نتكلم على غينيا كوناكري. غينيا كوناكري وغينيا بيساو. وغينيا بيساو. تلعبت فين؟ تلعبت في المغرب. اي تلعبت المباراة الأولى كانت في غينيا بيساو. المباراة الأولى كانت في كوناكري. كانت في كوناكري، كانت في موريتانيا. كانت في موريتانيا. كانت في موريتانيا. كانت في موريتانيا. وبالتالي غينيا بيساو طلبت ان المباراه الثانيه ضد المغرب تلعب في موريتانيا. موريتانيا رفضت، كما رفضت غينيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائيه. الحمد لله ثلاثه غينيات موجودين. بغيت نربطها فقط بنفس ما حصل مع السودان بالنسبه لرفض السلطات المصريه ان مباراه السودان تجرى على الاراضي. صحيح. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد. السلام عليكم.